زغلول ما في معالج. هوجا هوجا ايش حدا ياكل مندي في ايده؟ ماركتينج قاتل ولو قد في عيني تقول لي ماركتينج. كأنه حسن جوهر بالغ شوي. بس قبل ما نبدا جايب لكم تطبيق اسطوري. وكسر الكرسي. يخرب بيتنا ابو الرب. مش مهم جماعة. تطبيق أبلايت تطبيق أسطوري فيه 22 مليون بث، فيه أكثر من 290 مليون مستخدم من أكثر من 150 دولة. كمان فيه ميزة خرافية، إذا أنت إنجليزياتك ضعيفة تحضر بث أجنبي البث مترجم. تخيل قاعد تحضر بث مترجم، ما في داعي تروح ترجم الحكي اللي حكاه وما تفهم. إشي أسطوري صراحة، كثير حبيت هاي الميزة. بتعرف الإنجليزي تبعي قديش قوي. بتقدروا كمان تبعتوا لهم هدايا وهم يبعتوا لك هدايا لما تفتح لايف مع حدا منهم. بالنسبة لغرف الدردشة تقدر تلم الشلة واصحابك، الغرف بتوسع 9 أشخاص. يس يا جماعة، هلا بدي افتح لايف واحكي لهم كيف حسن جوهر خرب بيتي. بدي افضحه قدام الدنيا كلها. اطلع معي اطلع معي، بدي احكي قدام الدنيا كلها كيف خربت بيتي. حسن انت خربت بيتي يا زلمة. بطل لك شاحنة اشي من الاخر. قلت لك بدي حافلة هدول اللي بتنقلوا من مكان مكان، جايب لي كونتينر. ما لقيت. يلا طير. كمان يا جماعة شفت لكم مواهب سفاحة. يا جماعة تعرف على ناس جديدة وبث خرافي اشي اسطوري. لا تنسوا يا جماعة تحملوا تطبيق أبلاي بتلاقوه بالدسكريبشن. يلا نكمل. هلا والله، كيفكم؟ شو الاخبار؟ كيف القرعة عجبتكم؟ حبيت انا اعملكم اياها مفاجأة من الفيديو الماضي ونزلت صورة على الانستغرام. رجبة بتعرفوا بلشت اقتنع بالقرعة. قرعة اسطورية يا جماعة. اهلي سافروا، حكيت مع مدير اعمالي ابو الشواكيش، قلت له يا زلمة انا بدي حافلة هاي اللي بتطلع فيها تلاقي حالك تصحب بمكان غريب، كل مرة بمكان بتشوف ناس جديد. قال ابشر يا كبير عندي الموضوع. صحيح ما عرفتكم على ايبك. ايبك يا جماعة صاحبي من ايام المدرسة. كل فيديو بقول الكلمة. عرف الحالك ايبك. انا ايبك طاقة صاحب سعد زغلول تقريبا من الصف التاسع. بس انا كثير متحمس اشوف ابو الشواكيش. الجبل ليتس جو. كشاد كأنه حسن جوهر بالغ شوي. ايش هذا؟ جايب كونتينر. يعني اعتبروا حفلة هاي بتتنقل يمين شمال وين مكان. اوكي يا جماعة هي جهز البيت بس ناخدكم فيه جولة. جبنا ضام. اي هون جبنا تنتين. كيف القعدة كزدي؟ والله اسطورية. نعم قاعدة عربية. تعرف هاي شو بدها؟ هاي بدها هيك لبس تاني. ايش بتفكر يا ابو زيد؟ شوف 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 هاي الحركة بالمونتاج. طلع كيف؟ البس ثوب يعني عشان هيك جو عربي. انا مفكر اروح اكبس على مروان عشان شايفين البيت هيك. البيت نوعا ما جاهز، ناقصه زريعة جنب حجيبها ان شاء الله، بس بدنا نجهز للفطور. قرب موعد الفطور ونروح نجيب عصير من مروان، بعدين نجيب اكل ونجيب الشباب. والله خايف اوقف واتشقلب. جماعه هاينا وصلنا، سكرنا على مروان، سكرنا على الشارع كله وقاعد بصيح. ايش هذا؟ سكروا علينا يا معلم. يلا تعال تعال تعال. اهلا وسهلا فيك في بيت الجديد. سلام عليكم. تعال تعال وانا اخوك. شو بتسوي؟ بيتي. حسبي الله ونعم الوكيل. الزلمه من جنب. يلا تفضل. هلا حموله قهوه. صايمين؟ يلا اي حدا بيجي بيشتري عصير اتجنن. اشوف يا مروان انت وحموده كيف بدكم تبيعوا اليوم. الان في هذا التوقيت اجى اي متابع انا بعرفه بدنا نلعب معه تحدي، ربح بياخذ عصير مجانا. ديل ديل. يخرب بيتنا يا جماعه. تعال اقول لك بدنا نلعب تحدي. اسمع، لو فزت بالتحدي تاخذ عصير مجانا. انت بتتخفى ليه عليك طار؟ انا اقول لك شو اللعبه. امسك كاسيتي. لا العكس. اذا عرفت تجيبها صح لك عصير مجانا. ها ماركتينج يا حمار. ماركتينج قاتل ولو قد في عيني تقول لي ماركتينج. مروان مروان اهم شيء المشروع ولا عينك؟ لا المشروع خلاص. لا عيني عيني اهم يعني. من عندك يلا.
اوكي اللي بعد حاول جيب حاول جيب الحمد لله عيد مره ثانيه يسعدينا خلاص راحت عليكم يلا ديروا بالكم حاليًا بدي نروح لمكان ثاني انا قلت لعدي اللي عم بسوق شاحن هاي الكبير قلت له خذني وين ما بدك رح نعمل هناك اكتيفيتيز اوكي جماعه هون وصلنا عند مجمع الداوود بعمل تحدي مع المتابعين اشوف مين ممكن يلقطني هون احكي لهم ان انا متخبي بمكان مجمع الداوود اللي بيلاقيني له جائز انا بدي انزل ستوري جماعه انا حاليا عند مجمع الداوود اللي بيحزر انا وين بمجمع الداوود له جائز دوروا منيح احنا حاليا قبل الفطور والدنيا صيام فما في ناس كثير هون بس ان شاء الله ان شاء الله يكون في حدا يربح الجائزه خلي اعزم الشباب على الفطور وما بيعرفوا ان انا وين ابو الرب تعال تعال كزينتي انا عازمك على الفطور تعال على مجمع الداوود مع السلامه انا بحكي لكم يا جماعه الدنيا رمضان مع انه دائما هذا المكان فل يمكن بعد الفطور يجي ناس كثير انا جايب عطر انا عامل ايش اسطوري One eternity later يا حد حيجي ما حيجيش جماعه اجانا اول ضيف كيفك كبير الاخبار شفت الستوري انا نزلته ولا لا لسه والله ما وصلتش على البيت احكي احكي انك شفته مش مشكلة بجنن اسمع والله ستوري لا تحت ما تقدر بستنى بجنن يا زلمة مش طبيعي اسمع في جائزة اسطورية انا عملت عطر اوكي بهديك اياه زي اخر عطر لا لا والله مو هو ابو الرب خربيت انا جد فهمان بالعطور زيه غبي هسه انت جربه ما عجبك اللي بدك اياه بعمل لك خذ يا كبير هذا العطور افتح البوكس عطر عطر والله ما هو مقلب كيف نستعمل علي ايد شم هالعطر والله انه اسطوري الله يستر لا والله مرتب كيف؟ والله نار اون فاير ها؟ جنن يا زلمة خلاص 100% بدك شيء؟ انت على السريع سير الدكتور اخذت اللي بدي اياه خلص كان المفروض اربح حد ثاني والله حلو مبروك عليك كسل وين بنباع هاي؟ ايه؟ هاي العزومة؟ تعال اخوي يلا اهلك هلا 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 حب يا هلا هاي هاي عليك وعشكالك ليش ما حدش جاي غيرنا؟ لا هاي الشباب بالطريق بس هم مش عارفين احنا وين استريح استريح الله يحييك هاي الفطور جاي على الطريق نفسي اعرف كيف بيعرفوا مكان الشاحن درجة ما تشوف الشاحنة زغلول استأجر الشاحنة يا هلا يا هلا تفضلوا على الفطور تفضلوا على الفطور الله يحييك الله يحييك الله يرضى عليك شكرا كم شاربة لا لا من غير قلب الله يلعن ذا الوجه الله حنا البدو اشتياقي للصحراء وما فيها تربتها حن نصلها حنا عبيد الرب سيد المخاليق ومن من جرى يا بنت هذه احوالي ما حكى بالضبط يا هلا هلا ايوه تفضل على الفطور بفضلك شو الله يزيد شربك ايش في مندي ذبيحه اصليه ذبحتها في ايدي خلص ادخل جوا ادخل فضحتنا بص الاكل يا جماعه هلا كزنتي امسك زغرور لا لا مصطوب احذروا مين اجا والله عليك يا هلا يلا انت حي اطلعت مجلس يعني لساته البيت متواضع شوي مش عارف يا رجال حبه حبه يا اخوي انت لما هلا بدك تخطب تجيب كل شيء مره واحده لا نفس اللي حسبه شفت الستوري يس بالضبط تربح هديه عمرك ميالي عطر الله تعرف العطر الفص تبع ابو الرب السلام عليكم لا 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 لا, 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 لا والله واحد مرتب خذ يا كبير انت اللي عامله والله 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 فقر بس عندينا مبروك كزنتي زغلول ما في معالق حوقة حوقة ايش حدا باكل مندي في ايده انت بدو عادي اتصور طبعا في جد ما في معالق لا امورك قبل ما يموتني افطر معنا حبيبي انا كمان تبعك باي باي طيب طب جيب لنا معالق يا زلمه تفضلوا يا اخوان الله حي الله حي شاف يلا حيهم دايما انت لسه اكلت عشان تكون دايما يلا وحييك يا هلا الله يكثر شاربك زهور الله يقطع شاربك يا طحان الله يلعن الوجه يلا يلا خلينا ناكل المفروض صاحب العزومه يفتح الصدر الله حي شاربك الله يلعن شاربك كيف والله نار اسطوري كثير مزود والله اخوي انا من اول ما لبست الثوب وانا هيك خلص تعرف الكرم زاد عندي يا جماعه هلا صيام مقبول والافطار شهير خلينا ناكل سريع سريع ونرجع لكم يا هلا يلا انت حي يا هلا خلينا لك صدر كامل وين المعالق هون المقلب ايش بيدي عيب يزب داخل مجلس بدو طب يا اخوان حابين نبلش اكتيفيتي ولا نتحلى اول نتحلى اول ممكن تجيب لي ميلك شيك لو سمحت هسه بجيب لك يا دليفري كزنتي وبدي يلا سمكه كندر انكر وساكا الكاميرا رونالدو رني اجى اذا مسعدينا تفضل اخوي في سمك في سمك هاي ريد بول هم يا جماعه حبيت ادلعهم عزمتهم على الفطور
وقت حلاي بس مو مش عارفين شو حصير فيهم كمان شوي. اسطورية. كم لايك بعيش اسبوع في شهر؟ كم لايك؟ 50,000 لايك بعيش فيها اسبوع. مليون لايك وبتشتريها؟ لا ما بدك تستحي. يا اخوان شايفين هذا التحدي تبع الاسهم؟ اللي حيفوز يفوز بالشاحنة، اللي حيجيب اعلى رقم متوقف حيقعد هون على الكنباين والباقي حيضلهم واقفين والسيارة بتتحرك. مين حاب يبلش؟ انا. يلا نبيل. قديش؟ يا حرام. لا لسه هاي سبعي. اوكي 70. بسرعة عد الثاني لانه لفت. لا 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 140 يعني 140 يلا روح. شكله حيوقف. يلا معاك محاولة ثانية زي نبيل. جيبها 200 عشان تفوز. ماكل مندش. طب يلا العب العب. أقل رقم فيها كل 10. لا 60 60 60 أنا 140. يلا طحان. أنا طيب. روح يا معفن. اثبت. راح خلاص 170. يلا روح كبير. وحش يا استاذ. يبقى وحش وحش. وين الضابط الثاني؟ شكلها غلط. انو اللي يلا ابو الزغليل. نعم له ابو الزغليل المحطول على المعلم. واحش ترموا على الارض يعني. اوه بدها رفعه. الله ما هذه الحركه. الله اكبر. مين يخسر؟ زي مستر مياكي. هو بس قاعد. هو بس لا هي تكتب عشان لا هي تكتب. لا هي تكتب عشان تكتب. تكتب شو بيعمل؟ هاي خدعة تكتب. يوتيوب وانفلونس انا ولا شيء. حب يو وين. انا قاعد وكايف. ايش امسكوا؟ احمد ليش وسع ال بس يقلبه. احمد وقع علي. انا احمد ابو الرب وقع علي. انا كامل. انا المفروض اكون بامان. الحمد لله على السلامة يا اخوان. الله يعطيك الف عافية. كارهني اشي؟ لا. اخوان يعطيكم الف عافية. بس انا صراحة من امبارح مش نايم. بدي انام. بدي اتسحر وانام. خلص شكرا. اهلا وسهلا شرفتوني. احلام سعيدة ان شاء الله. الله يحيي شرفك. هلا هلا. الله يحرق شواربك. الله الله يحرق. باي باي. اخوي. سلام كزتي. يعطيك العافية. ايبك. سلام كزتي. سلامك كزتي. طقوا. يلا باي باي. مع السلامة. يا جماعة هذا هو كان الفيديو لليوم. لا تستعملوا لايك سبسكرايب وشير. انا حروح انام ان شاء الله يا رب اني الحق السحور. نشوفكم على الفيديو الجاي. مع السلامة. بسهر قد ما بدي وبصحى باي وقت. كل من خيرنا. من خيري. بحكي مين ما بدي وبسكر اول.